تشغيل ذاتي، لذا سيتم طرحهما في إطار وحدة الموضوع ليتولى السيد الوزير الإجابة عليهما دفعة واحدة. إذا السؤال الأول لسيدات والسادة النواب، أو السؤال الرابع لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. لكم الكلمة السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نسائلكم عن سياسة وزارتكم لمواكبة حامي المشاريع والنهوض بالمقاولة الصغيرة جدا. شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، يعتبر التشغيل الذاتي من أهم البرامج التي تساهم في تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية والاندماج في سوق الشغل عبر المبادرات الخاصة تماشيا مع جاءت به مخرجات النموذج التنموي الجديد. وشكرا. شكرا. تفضل السيد الوزير لكم الجواب. شكرا السيدة النائبة على طرحكما لهذا السؤال. احنا في الحكومة قلنا على أنه، وغادي نجاوب بعد قليل على الأسئلة في مجال التشغيل المأجور، كاين كذلك العمل المقاولاتي، كاين واحد العدد البرامج كانت في السابق وكاين اليوم، وقررنا في الوزارة وفي الحكومة أننا نطلقوا برنامج جديد سميناه أنا مقاول. الهدف ديالو هو 100,000 من المقاولين الصغار وحاملي المشاريع، ولا سيما الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، والذين يعملون بعدا، الذين يزاولون المهام ديالهم. درنا لهم لأول مرة 4 ديال الشيكات. أولا بالنسبة للمقاولين الذاتيين اللي ما عمر شي حكومة في شي عرض ديالها عطتهم شي مواكبة ولا شي تكوين بشكل مباشر، أول مرة غادي يحظوا بالحق والإمكانية ديال ولوج التكوين. والتكوين راه مهم بالنسبه للمقاولين الذاتيين، لانه يعني ما تعتبروش انه تكوين في التدبير ولا في، كيكون تكوين في المهنه ديالو كيحتاج له باش يزيد يطورها باش يقدر يكون عنده واحد الكفاءه اكبر، وهي مطلوبه كثير. ثانيا بالنسبه للمقاولين الاخرين، حتى هما درنا لهم شركات ديال التكوين اللي كتكون في واحد المستوى اللي يقدر يكون هو اعلى وكيقدر يوصل حتى ل 10,000 درهم. ثالثا واحد العدد ديال المقاولات اللي بغات تخرج من القطاع غير المهيكل للقطاع المهيكل. احدى الامور الاساسيه اللي كتحتاجها هذه المقاولات هو المقر فين كيزاولوا هاد الناس العمل ديالهم، ولاول مره درنا واحد الشيك ديال الكراء اللي غادي يقدر يوصل ل 10,000 درهم في السنه، وهذا واحد المبلغ اللي يقدر يكون مهم في واحد العدد ديال المناطق بالنسبه لعشرات الالاف ديال المقاولات والمقاولين. وزدنا على هذا الشيء واحد المساهمه بالنسبه للناس اللي بغاو يدبروا المحاسبه ديالهم والماليه ديالهم باش كنقدروا نخلصوها. واكثر من هذا شفنا يعني كوننا 127 مستشار باش يوجه هاد الناس وباش يواكبهم. وبعد غدا الاربعاء ان شاء الله غادي نجمعوا 1000 ديال المقاولات اللي كتواكب هاد المقاولين الصغار باش نديروا نطلقوا طلب العروض باش يقدر هاد الشيء يخرج للوجود في الاسابيع القليله المقبله. والعمل الحكومه لن ينتهي عند هذا الامر، بل انه مباشره في هذا لو تريمستر الاول ان شاء الله ديال 2024 غادي يخرج المرسوم اللي تابع لميثاق الاستثمار الذي يهم يعني المساهمه الاستثماريه للدوله، وهذه مختلفه بالنسبه للمقاولات الصغرى والصغيره جدا باش نكملوا المنظومه ديالنا كامله بالعرض الخدمات اللي الحكومه بغات تعطيه للمقاولات والمقاولين بواحد الشكل اللي كيكرس واحد السياسه ديال القرب في اطار واحد المنظور شمولي. وشكرا. شكرا سي الوزير. نمر الى التعقيبات. التعقيب الاول لفريق الاسره والمعاصره. تفضلوا سيدنا المحترم. شكرا السيد الوزير على ما قدمته من توضيحات. البرامج اللي تكلمت عليها والاورش اللي تكلمت عليها اكيد ان لها اهميه ديالها، وسيكون لها بطبيعه الحال الاثر ديالها على حاملي المشاريع وعلى المقاولات الصغيره جدا. رغم ذلك السيد الوزير، كتبقى بعض الملاحظات التي لابد من الادلاء بها من اجل اعاده النظر في بعض التجارب المعتمدة في مجال مواكبة حاملي المشاريع. غناخذ مثلا البرنامج ديال الفرصة باش نتكلم شوية على ما سمي بالحاضنات والعملية ديال المواكبة اللي قمت بها، اللي اعتقد بأنها لم تفي بالغرض
وساهمت في خلق يعني انتظارات عند مجموعة من الشباب الذين تم إيهامهم بأنهم سيحظون بالتمويل، وفي آخر المطاف لم يجدوا حتى من يرد على مكالمتهم الهاتفية، وهذا طرح إشكال في مجموعة ديال المناطق. البرامج كذلك السيد الوزير مهمة، ولكن لا يجب أن نعتمد نفس أساليب التمويل يعني الموجهة للشباب المدن والحواضر وشباب القرى والبوادي. لا بد من ابتكار أساليب تمويلية تلائم خصوصية المجال القروي. شكرا سيد النائب المحترم، انتهى الوقت، نمر إلى تعقيب الموالي للفريق الدستور الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سيد النائب المحترم. الصوت سيد النائب. هو مدخل أساسي لمعالجة إشكالية البطالة، وبالتالي هو تفعيل الحس المقاولاتي وبناء المشاريع الذاتية لدى الشباب. هو صحيح الأرقام اللي عطيتيونا الآن لمواكبة حاملي هذه المشاريع، ولكن السيد الوزير احنا من غير الدعم ومن غير التمويل بغينا واش كاينه واحد الدراسة ديال هذه البرامج في تنزيلها على أرض الواقع وعلى المراحل، لأن ما كان يعاب وما جاء في التقرير ديال النموذج التنموي هو أننا ما كنديروش، أن الحكومة ما كديرش بعد التقارير لمواكبة تنزيل مجموعة ديال البرامج، وبالتالي هذا كان حدث واحد الإخلال في التنمية ديال بلادنا. والآن بغينا نعرفوا منكم واش كاينه شي دراسات لكل مرحلة مرحلة على أرض الواقع باش نقدروا نقيسوا مدى نجاعة هذه المشاريع على أرض الواقع، بحيث أننا كنعرفوا البطالة في العالم القروي اللي كان كيشغل بزاف، كنشوفوا البطالة بالنسبة لحاملي الشهادات اللي ما قدروش أنهم لأن ما عندهمش الرغبة أغلبيتهم لدخول غمار هذا التشغيل الذاتي، خصوصا أن القانون كيعرف واحد المجموعة من القصور وكيضيق الخناق على هاد المقاولين، وبالتالي كنشوفوا بأن إعادة النظر فيه مهمة جدا إلا بغينا نشجعوا هاد المبادرة، خصوصا أنه بالرغم من أنه كيسري على الحرفيين والتجار كيستثنيهم وكتسري عليهم مدونة التجارة، وبالتالي هذا غيخلق لهم إشكال بالنسبة للسجل التجاري باش يكون عندهم كيبقى فقط. شكرا سيد النائبات، شكرا، انتهى الوقت، نمر إلى تعقيبات إضافية. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ إذن إلى ما كانش تفضل سيد النائب. سيد الوزير، عندما أطلق سي حكومة برنامج أوراش وبرنامج فرصة يتذكر الرأي العام الوطني جيدا أننا حضرناكم بصدق كمعارضة بناء من هشاشة هذين البرنامجين، وقلنا لكم ليس هذا هو الشغل الذي يريد الشباب، شغل ناقص مؤقت ويكرس الهشاشة الاجتماعية، ولكن الحكومة أصرت على ترويج البرنامجين والتسويق الإشهاري لهما وكأنهما فتح مبين، واليوم كل المؤشرات الصاعدة من أرض الواقع تدل على أن هناك اختلالات كبيرة في تفعيل البرنامجين الزبونية، الحسابات الانتخابية الضيقة، كما أن برنامج فرصة يعرف مآسي حقيقية، الشباب تورطوا في كراء محلات، شباب قبلت مشاريعهم دون حصول على الدعم المالي. واش هذه الحكومة باغية تعود مأساة النجاة؟ بالإضافة إلى ذلك فالحكومة يبدو أنها تتخلى الآن عن فرصة وأوراش. إذا كانت فعلا هذه البرامج ناجحة لماذا يتم التخلي عنها؟ إنه تأكيد آخر على فشل الحكومة. شكرا سيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيب إضافي آخر في الموضوع؟ إلى ما كانش نرجع للسيد الوزير، تفضلوا. شكرا السيدات والسادة النواب. البرنامج ديال أوراش هو برنامج ناجح لأن الأهداف اللي وصل لها راه وصل لها، ولأن الناس راه خدموا، ولأن الناس راه تخلصوا، وكيف ما قلت لكم مررنا هذه السنة إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة جد 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 ناجحة لأن فيها شغل طويل الأمد وفيها انخراط لمقاولات من تقريبا 31 قطاع، والنتائج الحمد لله جد إيجابية. البرنامج ديال انا مقاول اللي قلت لكم بالنسبه للبرنامج ديال الفرصه، ربما تكون السيده وزيره السياحه وتسالوها وتعطيكم هي الـ يعني الـ الاجوبه الدقيقه، لانه ماشي برنامج ما تنسيرو شيء، ولاني البرنامج ديال انا مقاول اللي درنا هو جا باش يعاون واحد العدد الناس اللي كاينين واللي موجودين وفي تكامل مع البرامج الحكوميه الاخرى. إذن احنا كنحاولوا نمشيو في اطار ترشيد النفقات وتكون واحد العمل اللي يعطي النتيجه، وراه بدا كيعطي النتيجه. شكرا.